عقد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ أحمد الأحمد سالم والسيدي اليوم اجتماعاً مع وفد أمريكي متعدد القطاعات بقيادة نائب مدير مكتب الولايات المتحدة التجاري للشؤون الإفريقية نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية بموريتانيا. واستعرض الاجتماع استجابة بلادنا للمعايير المطلوبة للاستفادة من تسهيلات برامج التجارة الخارجية الأمريكية. وقد أبرز المفوض خلال الاجتماع التدابير المتخذة من قبل الحكومة في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص والاسترقاق. وفي ختام اللقاء هنأ رئيس الوفد الأمريكي المفوضية على العمل الموجز في مجال تحديد ومؤازرة الضحايا، معربا عن ارتياحه للمجهودات المبذولة في هذا الإطار.